عايز اروح بقى ليه اهميه زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الكويت. احنا عندنا فريق كبير من النهار موجود في الكويت، حتى علاء الكحكي رئيس مجلس الاداره موجود في الكويت مع وفد كبير من الاعلاميين، محمد الامين، سي بي سي، نخبه من زملائنا الاعلاميين والصحفيين من كل المؤسسات الاعلاميه والصحفيه موجودين لاهميه هذه الزياره. البلد الكويت بلد شقيق، بلد علاقتنا به رائعه. صحيح انه في بعض القوى المعانده هناك، يعني في عندهم شويه اخوان وبتاع، صحيح تحت السيطره لكن برضو عليهم علامات استفهام، لكن اداره الكويت ومجمل شعب الكويت طول الوقت الحقيقه في معسكر مصر، وكل الاصداء اللي حصلت من ساعه ما الوفد الاعلامي المصري وصل هناك كلها ايجابيه الحقيقه الحمد لله. كل الناس ماشيه كويس والاجواء حلوه لدرجه ان في اعلاميين كويتيين مرتديين اعلام مصر وبيزغرطوا في استقبال الوفد المصري وفي انتظار الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنشوف هذه الاعلاميه الكويتيه من البلد الشقيق عامله ايه في حب مصر. زياره تاريخيه، زياره ننتظرها والحمد لله. هذه الزيارة تعمق وتوطد العلاقات الشريفة بين البلدين، بين الكويت وبين مصر العربية. فوجود اليوم الإخوان المصريين معانا وحولنا يعطينا زيادة في التواصل، التواصل الجميل بين الشعوب وبين القيادة. القيادة المصرية في الآخر بتزغرط بس المشهد مش باين قوي. الزيارة أهميتها إن إحنا محتاجين كل بلدان الخليج العربي، مش بنتكلم على معونات أو دعم، وهم الحقيقة الناس ما قصرتش. احنا بنتكلم على استثمارات تيجي في مناخ مستقر، وده مهم ومهم جدا. فكره الاستثمارات دي فكره شديده الاهميه، انه الناس تيجي وتتحرك وتخش وتدخل فلوس وتعمل مصانع وتعمل شركات، اهلا وسهلا بيهم، بيتهم واهلهم. هو ده اللي احنا عايزينه، لان احنا مش يعني مساله المعونات دي مساله نتيجه الظروف الاقتصاديه اللي احنا مرينا بيها والتعب اللي احنا مرينا بيه خاصه للفتره اللي فاتت غصب عننا. الناس ما قصرتش، كتر خيرهم. السعودية، الإمارات طبعا، الكويت، يعني كل أشقائنا في الحقيقة ما قصروش، لكن إحنا مصر مش عايزين نفضل كده. إحنا عايزين يكون عندنا استثمار مباشر. إحنا بنعمل قانون استثمار جديد، داخلين على برلمان، مجتمع مستقر، وعي هائل لدى المواطن المصري باحترام حتى هذه الاستثمارات واحترام هذا المنطق. يمكن ده ما كانش موجود في الأول، لكن احترام هذا المنطق موجود. والأجواء اللي شايفينها في الكويت الحقيقة أجواء كلها مبشرة، كلها مبشرة وراقية ورائعة. أنا معايا على تليفون زميلي الأستاذ محمد الجالي رئيس قسم الشؤون الرئاسية في اليوم السابع اللي موجود دلوقتي في الكويت. أهلا بك يا أستاذ محمد. مساء الخير، مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. قول لي الأجواء إيه بقى عندك بالظبط؟ يعني قابلتوا مين النهارده؟ إيه اللي حصل؟ إيه رؤية الإعلام الكويتي لكل ما يجري ورد فعل الزيارة المرتقبة على السياسيين الكويتيين؟ يعني زي ما حضرتك تابعت معانا أستاذ خالد، يعني أجواء مبشرة جدا، يعني تؤكد أن الزيارة نجحت قبل أن تبدأ. يعني العدد الوزراء والمسؤولين الكويتيين متواجدين هنا في مقر إقامة الوفد الإعلامي في المصري لتسهيل كافة الإجراءات بالنسبة لهم، وعندنا التصريحات كلها تصريحات إيجابية تؤكد على أن هذه الزيارة زيارة مهمة، وترحيب شديد بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا، ورغبة شديدة من المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر. أكدوا جميعا وبما فيهم يعني مدير الصندوق الكويتي للتنمية بأن لقاء الرئيس السيسي وأمير الكويت غدا سيعود بالخير يعني على البلدين. عبد الوهاب البدر مدير الصندوق الكويتي للتنمية يعني تمنى أن يكون النصيب الأكبر للمشروعات القومية للدول العربية، وقال إن الاستثمار في مصر واعد وستعود بقوة. يعني لسه منتهين دلوقتي من عشاء وزير الإعلام الكويتي
الذي أقامه للوفد المصري، ويعني كان رجلا يعني حريصا على تسهيل كافة الإجراءات والتأكيد على أن العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية. هناك هنا في الكويت مطالبات من الجالية المصرية باستقبال حافل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكر أمير الكويت على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الكويت، لكن إلى الآن لم يعني تحصل الجالية المصرية على موافقة من السلطات الكويتية لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا، ويضغط الوفد الإعلامي المصري لكي تتم يعني تتم هذه المراسم أسوة بالدول التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي. الناس برضو ليهم ظروفهم مش زينا، يعني مش زينا الناس، يعني اي حد نازل الشارع يعني برضو ان شاء الله يعني تكون في مكان محدد والسلطات الكويتيه توافق للجاليه المصريه. جالي انت بتقول انه رجال الاعمال الكويتيين لديهم حرص كبير، ازاي حسيت انه حرص كبير؟ يعني من خلال الكلام والاهتمام، يعني التواجد في مقر بعثة الوفد المصري والحديث إلى الصحفيين والإعلاميين ونحن منهم بالطبع، وإيصال هذا إلى المسؤولين. اليوم مدير الصندوق الكويتي للتنمية يقول يعني إنه يتوقع خلال الأيام المقبلة أن يعني تصدر الحكومة المصرية يعني خارطة عمل بالمشروعات التي سيتم عرضها في مؤتمر مارس الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ. طبعا الحكومة تأخرت كثيرا، وسألت سؤال مباشر هل أنت تواصلت مع الحكومة؟ قال إنه يعني لم يتواصل، لكنه يعني يتوقع أن تصدر الحكومة هذه الأشياء في غضون أيام قليلة. الجميع هنا حريص ويعني بدون أي مبالغة على إنجاح مؤتمر مصر الاقتصادي، يقولون إن فرص الاستثمار في مصر واعدة، وإن مصر هي رب العروبة، وإن مصر لديها يعني كلام رائع فرصة حقيقية لأن تعود. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الجالي رئيس قسم شؤون الرئاسه في اليوم السابع من الكويت. معايا برضو الاستاذ محمد الدسوقي رشدي زميلي هنا في قناه النهار. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك يا استاذ خالد، مساء الخير. مساء الخير. اديني برضو كده تصوراتك عن الاجواء محمد اللي بيحصل في انتظار الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان معانا الجالي وبيتكلم عن اجواء كتير متفائله، يعني هل بتشاركوا التفاؤل ده؟ الحقيقة أنه الأجواء فيها تفاؤل وفيها صورة مبشرة، لكن بجنب التفاؤل والصورة المبشرة أعتقد أنه الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي مرتبط بالكلام اللي حضرتك ناقشته في البرنامج الأسبوع اللي فات فيما يخص قوانين الاستثمار. على قد ما أبدى الجميع هنا الرغبة في الاستثمار في مصر ودعم مصر ماليا واقتصاديا، على قدر ما أبدى الجميع قلقهم أو ارتيابهم أو ارتباكهم بسبب القوانين الخاصة أو التشريعات الخاصة بالاستثمار. وبعضهم ضرب أمثلة بما حدث مع بعض رجال الأعمال من رجال الأعمال الكويتيين. يا محمد تقصد يعني من رجال الأعمال عندهم توتر وقلق ناحية قوانين الاستثمار، عندهم توتر ناحية قوانين الاستثمار، هم جاهزين للدعم. لا أحد هنا يتكلم بالمناسبة على فكرة أنه إحنا بندي فلوس لمصر، حدش بيتكلم هنا، الكل بيتكلم على انه مصر سوق استثمار واعد يستحق ان يتم الاستثمار فيه والانفاق فيه. لكن الكلام الان او بعض رجال الاعمال الكويتيين وعلى راسهم يعني السيد عادل الخرافي قال لنا في تصريحات خاصة ومباشرة انه هو يريد ان يطمئن اولا، رأس المال جبان بكلمة الرجل، رأس المال جبان ويريد ان يطمئن الا يحدث ما حدث في الفترة الماضية. مش اي رجل اعمال يخش السجن وكل واحد مسؤول مضى على حاجة يخش السجن والكلام اللي احنا شفناه ده. صحيح، واعتقد ده هيبقى الملف الرئيسي او العقبة الرئيسية قدام الزيارة بكرة، او مش عاوز اقول عقبة، هيبقى الملف الرئيسي على مائدة الرئيس بكرة وفيما يخص مؤتمر مارس الاقتصادي، هو بس رسائل طمأنة الى المستثمرين الكويتيين او المستثمرين العرب عموما. واعتقد ان حتى هذه الرسائل ستختلف عن كل المرات السابقه، لن توقف على الكلمات او الوعود، هم يريدون قوانين واضحه، يريدون بيئه استثماريه واضحه بقوانينها، واضحه بتفاصيلها، يعرفون ما لهم وما عليهم حتى لا تتكرر بعد ما حدث مع بعض رجال الاعمال الكويتيين في القاهره في السنوات طيب الماضيه. طيب محمد، برنامج الرئيس هيكون ايه بالظبط؟ يعني الرئيس المفترض يوصل امتى ويقابل سمو الامير امتى وكده؟
الرئيس هيوصل بكره صباحا، اعتقد ان هو بدايته يعني بدايه البرنامج هتبدا في يعني مش في صباح الباكر، لكن ممكن مع ال11 ممكن يبدا الرئيس بلقاء مع مجلس العمال المصري الكويتي، ثم لقاء رئيس مجلس الامه الكويتي، ثم يبدا في قصر البيان لقاءاته مع سمو الامير ومع رئيس الوزراء تقريبا في الرابعة عصرا او في الخامسه، وفي نهايه اليوم اعتقد هيكون في عشاء مع على شرف الرئيس مع سمو الامير ورئيس الوزراء وعدد من رجال الاعمال ووفد من النواب الكويتيين. بكره اعتقد هيحصل شيء مختلف، ان بكره حسبما تم الاعلان منذ قليل من وزير الاعلام الكويتي انه هيتم بكره كل الشاشات المصريه او شاشه التلفزيون المصري هتعرض شاشه التلفزيون الكويتي في بث مشترك ما يعرض على التلفزيون بالظبط. بشكرك. عايز تضيف حاجه قول لي. اعتقد الملف الثاني اللي كان حاضر النهارده في حوارات في كلام وزير الخارجيه او في اسئله من وزير الخارجيه، وتحديدا لما طرحنا عليه سؤال خاص بالملف الايراني والملف القطري، اعتقد انه واضح جدا انه الزياره على قدر ما فيها دعوه لمؤتمر مارس القادم، اعتقد هيكون فيها جزء كبير خاص بالمصالحه مع قطر، وجزء خاص ثاني برؤيه هذا التحالف الذي تشكل التحالف الرباعي الجديد من مصر والكويت والامارات والسعوديه لوضع تصور واضح فيما يخص التعامل مع الملف الايراني. الامر الثالث مهم، ده كلام مهم سيطر طبعا. الامر الثالث اللي مسيطر على معظم الحوارات هنا ضروره ايجاد مشروع اعلامي وثقافي عربي لمواجهه الارهاب والافكار المتطرفه والاخوان المسلمين بدلا من مواجهات السلاح او الاعتماد على العنف. بشكرك شكرا جزيلا زميلي الاستاذ محمد دسوقي رشدي المذيع بقناه النهار ومدير تحرير اليوم السابع. بشكرك شكرا جزيلا، وفد اعلامي كبير في الكويت.